مئات العائلات تسكن في مدينة بعقوبة تحت خطوط الضغط العالي لنقل التيار الكهربائي، أغلبها مهجرة وفقيرة أو شيدت منازلها بأرض زراعية جبرا لارتفاع أسعار العقارات، مما يجعلها عرضة للمخاطر ومنها الإصابة بالأمراض أو الصعقات الكهربائية. ومضطرين قاعدين بيها، يعني هل شوف أنت، أنا مسوي لي بيت صغير وقاعد بيها يبعد عن الكهرباء. الكهرباء جت تأسست حديثا، المفروض أن يحسبون حساب بيتي وقاع ملكي. هي كان أكود الكهرباء اضطر القاع مالتي، بس ابتعدت عبرة البزل. والكهرباء عندنا احنا بالشتاء صار مر عليها شتاء، طلع طقطقة، طلع وحيف، جاي يسبب امراض، امراض سرطانيه. والوحيف ماله يعني دائما انا اخذ عائلتي واطلع لي غاد. احنا هي القاع زراعيه اصلا مسطح خضراء، بس ما عندنا ما اول اللي نروح به، فجينا وقعدنا هنا. يعني واحد من الناس عمي صار به سرطان. تحمل اسلاك هذه التيارات ذبذبات هيرتيزيه تسهم بتفكيك بعض خلايا الجسم، ما يعرض الساكنين هنا للاصابه بمرض السرطان، وهذا ما اثبتته البحوث العلميه. والمسافه الامنه للتخلص منها تقدر بألف مترين، اما البناء الان لا يتعدى مترين عن هذه الابراج القاتله. مرور التيار الكهربائي بفرق جهد عالي جدا يؤدي إلى حدوث موجة كهرومغناطيسية تسبب زيادة بالانقسامات الخلوية للأنسجة، مما يؤدي إلى ارتفاع احتمال الإصابة بالسرطانات والأمراض الأخرى. عشرات الإصابات بمرض السرطان خلال الأعوام الأخيرة، مع خطر ارتفاعها في الأشهر القادمة لاستمرار سكن هذه العائلات في المناطق الخطرة تحت أسلاك الضغط العالي. وتبقى هذه العائلات تواجه أمراضا قاتلة حتى تضع الجهات المعنية الحلول لها بتوفير بدائل حفاظا على سلامة أطفالهم قبل كبارهم. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة.